برنامج صناع التاريخ. في التاريخ رجال كرام حازوا في المجد أرقى وسام، ما ضيعوا أوقاتهم سدى، فكانوا أعلام هدى. صناع التاريخ برنامج يعرض لكم القصص المشرقة والمواقف المضيئة لأعلام الأمة خلال 200 سنة الأخيرة. صناع التاريخ برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع صناع التاريخ والعلماء المتأخرين وفاة، ومع شيء من برهم وإحسانهم. وهذا موقف للشيخ صلاح الدين الدقاق رحمه الله، وهو من أسرة يقال لها الزعيم، لأن أحد أهله وهو جده كان تاجرا أسندت إليه بعض الوظائف الفخرية فلقب بالزعيم، فلازم هذا اللقب هذه الأسرة، ومنهم مترجمنا الشيخ صلاح الدين الدقاق رحمه الله. هو صلاح الدين محمد رضا الدقاق، ولد في بيروت في سنة 1882 من الميلاد، وقضى طفولته بين طرابلس وحماة، ثم جاء إلى دمشق وتطوع في الجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في الدفاع عن سوريا في معركة ميسلون، وعمل مدرسا دينيا في دمشق. وقد كان رحمه الله عالما مرشدا مجاهدا صابرا. توفي رحمه الله في سنة 1971 من الميلاد. وقد كان الشيخ صلاح الدين الدقاق وفيا لأصدقائه، يتفقدهم ويزور عنهم ويسأل عنهم دوما ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم. ولم يكن وفاؤه هذا لأصحابه وتلاميذه وحسب، بل كان ودودا للناس كلهم، يعامل كل فرد بما يلزم، فهو مع المساكين والضعفاء، يسوق لهم العون بكل أشكاله. رأى مرة رجلا فقيرا يجر عربة ثقيلة في سوق مدحة باشا، ولقد عجز عنها، فما كان منه إلا أن شمر عن كميه، وهو العالم الجليل رفيع القدر بين الناس، ودفع العربة معه على أعين الناس كلهم. وكان يسعى مرارا إلى رجل فقير مقعد يحمل له الطعام ويقضي له حاجته. ومن المواقف الماثلة في البر والإحسان والصلح بين الناس إخواني أخواتي، موقف للشيخ حسن حبنك رحمه الله. وقد ولد الشيخ حسن بن مرزوق حبنك الميداني رحمه الله تعالى في سنة 1326 من الهجرة في حي الميدان في دمشق، وحفظ القرآن منذ صغره، ودرس العلوم الشرعية، وعرف بالعبادة والزهد وحب العلم ونشره والدعوة إلى الله، وكانت له جهود دعوية مشهورة، وقد أنشأ معهد التوجيه الإسلامي وأشرف عليه، فعظم صيت المعهد وتخرج منه طلاب كثير، وله مواقف مشهودة في الصلابة بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد توفي في سنة 1398 من الهجرة. يحدث ابنه عنه فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن حبنك رحمهما الله: كان والد الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله كثير الاهتمام بعقد الصلح بين الناس لتوحيد صفوفهم وإزالة الشحناء مما بينهم وإيجاد التآلف والتحابب والتعاون بين أفراد أسرهم وعشائرهم وقبائلهم، لأن الإسلام يأمر بذلك. فكان يسعى بنفسه للصلح ويدعو إلى عقد مجامع الصلح، ويكون هو المقدم في هذه المجامع، وإذا دعي إلى مجمع صلح أجاب. وكان حكيما في فض المنازعات وإطفاء نيران الفتنة بين الناس، وربما تصنع الغضب وتظاهر برغبته في الانسحاب من المجلس ورفع يده من الأمر إذا رأى ذلك وسيلة مجدية ونافعة في تهدئة الفتنة، ثم تجده أقدر الجمع على أن يسكت غضبه بحزم متى رأى أن القوم هدأوا واستجابوا لرغبته ولانوا للصلح. يقول الأستاذ عبد الرحمن حبنك رحمه الله: وقد حدثني عدد من إخواننا منهم الشيخ حسين خطاب رحمه الله عن مجمع صلح حضره بين أسرتين كبريين، ولم أحضره أنا معه لأنه جرى في دمشق، وأنا أعمل أستاذا بجامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية،
والصلح من أجل فض نزاع بين الأسرتين على دم قتيل من إحداهما قاتله من الأخرى، وهو دم قديم مضت عليه سنون، وكان القاتل غائبا عن البلد، وقد اتفقت الأسرتان على صلح مالي يدفع لأولياء القتيل. وضمن مجمع الصلح ثارت رغبة الثأر في نفس بعض أولياء القتيل، وأقبل غاضبا شاهرا مسدسه يريد قتل القاتل أو أحد أقاربه في مجلس الصلح، وتأزم الموقف. وكان ذلك حينما جلس المدعوون إلى خوان الطعام، يعني بعد اتفاقهم، فلم يجد الوالد الإمام عليه رحمة الله وسيلة أنجع من أن ينفجر متغاضبا غضبا شديدا ويصيح في الناس صياحا هز به قلوبهم، وألقى بذلك عليهم هيبة سكنت ثورة طالب الثار، فجعل أهلهم وأقاربهم وأصدقاؤهم يهدئونهم ويخوفون من نقمة الناس عليهم بسبب غضب الشيخ حسن من تصرفهم المخالف لما كان قد تم عليه الاتفاق. وقال الوالد يومئذ: هل جئتم برحالة لإهانتنا؟ وضرب خوان الطعام بيده وقال للجمع: قوموا يا ناس، نحن ما جئنا لنأكل، تدعوننا للصلح وعقده بعد الاتفاق عليه، ثم تنقضون هذه الاتفاقات، هذا أمر مهين لنا. ونهض فنهض القوم جميعا استجابة له. عندئذ أخذت أسرة طالب الثأر تتربى الوالد الإمام وتقبل يديه ورأسه، لأنه لو خرج لكان ذلك عارا عليهم وسبة لاصقة. وثار عقلاؤهم على ثائرهم وسكنوه، وعلى رأسهم الشيخ حسين خطاب الذي أخذ بيده ثم قدموه للشيخ معتذرا، فقبل يده وجلس بين يديه راضيا بالمصالحة، وصار الوالد الإمام يعظه وينصحه، وتم الصلح وانتهت المشكلة، وصار الناس يتحدثون في المجالس بهذا الموقف الحازم الذي وقفه الشيخ حسن رحمه الله وأجزل مثوبته وعفى عنه. من المواقف أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات موقف للشيخ أحمد التكينة رحمه الله. والشيخ أحمد التكينة رحمه الله ولد في المسلمية بالسودان في سنة 1328 من الهجرة، وهاجر إلى المدينة المنورة في سنة 1349 من الهجرة، وسكن في غرفة في رباط عثمان، وكان ملازما له لا يخرج منه ولا تفوته صلاة في المسجد النبوي. كان متضلعا بعلوم شتى لا سيما علم الفرائض، وقد توفي رحمه الله في سنة 1398 من الهجرة. يذكر عنه رحمه الله أن الشيخ أحمد التكينة كان يتتبع كل جنازة صلي عليها بالمسجد النبوي، ويسير معها إلى بقيع الغرقد ويدعو لها، وكان كريم السجايا، وعلى الرغم من أنه لم يكن يملك شيئا إلا أنه كان كريم اليد بالبذل. ومما ذكر أنه قصده أحد مجاور المدينة من المغرب فتقدم إليه وأنشده هذين البيتين: أفدني يا معطر كل قلب بعطر الجود هل باقي لديكم، وزدني درهما أو درهمين وقيمته الدعاء مني إليكم. فمنحه 10 ريالات فضة سعودية كان يحتفظ بها لشراء ثوب وعمامة له، وعندما قدمها للقاصد قال له: هذه قيمة الدرهمين. فأخذها وهو يدعو له. وجاء إليه يوما رجل فقد عمامته وطلب منه عمامة، فخلع عمامته وأعطاها له وبقي على طاقيته الصفراء، ثم سكت وقتا، وبعد أن قدم العمامة التفت إلى طلابه قائلا: لا تعجبون إذا منحت عمامتي، إني أدخرها في الحساب وقايتي، وبجنة الفردوس أجزى غيرها بثواب ربي عند قرب نهايتي، وأرى من الفضل العميم تجارة أن تنهجوا نهجي فتلكم وصايتي. من المواقف التي تذكر أيها الإخوة أيتها الأخوات في البر والإحسان والسعي في حوائج الناس ومصالحهم موقف للشيخ علي لمحمد المطلق رحمه الله تعالى. وهذا الموقف
يحدثنا به الأستاذ صالح العمري عن هذا الشيخ الجليل الشيخ علي بن محمد المطلق الذي ولد في بريدة في سنة 1332 من الهجرة، وقرأ على علمائها وسافر إلى مكة والرياض فقرأ على العلماء هناك، وقد عرف بالحرص على الوقت والعطف على الفقراء والمساكين إلى أن توفي رحمه الله في سنة 1403 من الهجرة. يقول الأستاذ صالح العمري عن الشيخ علي محمد المطلق رحمه الله: كان منزله منذ أن كانت أحواله المادية متوسطة مرتادا لطلبة العلم والغرباء والضعفة والمساكين، لا يستأثر بشيء من طيب الطعام دونهم، ولما وسع الله عليه ورزقه صار في بيته أمكنة للغرباء، وكنت أجد عنده كلما زرت منزله العشرات من الفقراء والمساكين والمعوزين، وكان يقربهم ويتواضع لهم ويعطيهم، ويبقى بعضهم عنده الأيام الطويلة بل الأشهر، وربما بقي عنده بعضهم السنة والسنتين، وقد يخصص لبعضهم المرتبات الشهرية، واستمر على ذلك حتى توفي رحمه الله. وله مائدة تقدم 3 مرات في اليوم والليلة في حضوره وغيابه، وإذا سافر من بلد إلى بلد كالمدينة والشام ومكة ومصر يصحب معه بعض هؤلاء الفقراء، ولم أرى في زمننا مثله في التواضع للفقراء والمساكين والعطف عليهم. قال له مرة أحد خواصه: إنك تدعو بعض الكبراء، فلماذا لا تضع طعاما وسفرة خاصة لهؤلاء الفقراء؟ فقال: إن هذه عادة لا يمكن أن نغيرها، وعلى الذي لا يرغب الأكل معهم عدم إجابة دعوتنا. وقال له أحد أبنائه عندما زاد عليه السكر: يا والدي، ألا نضع لك طعاما خاصا خاليا من النشويات التي لا تتلائم مع مريض السكر؟ فقال: يا بني، لا يمكن أن أنفرد بطعام خاص عن هؤلاء فتنكسر خواطرهم ويظنون أن في طعامي ميزة عن الذي يأكلون. وكان جوادا كريما يعطي من المال ما لا يتصوره إلا من يجالسه، فلا يمضي ساعة من ليل أو نهار هو فيها جالس إلا ويأتيه من يسأله فيعطيه على قدر حاله، وكان يعطي بعض المستحقين 10,000 من الريالات. يقول الأستاذ صالح العمري: ولقد دخل علي مرة رجل معه شيك، فقال لي: هذه وديعة أعطانيها الشيخ علي المطلق، لا أدري ما فيها ولم أطلع عليها أحدا غيرك. فقرأت الشيك فإذا به حواله 100,000 ريال على أحد البنوك، ولما أخبرت الرجل كاد أن يغمى عليه من الفرح، و100,000 ريال أوائل في سنة 1403 تعتبر مبلغا كبيرا، لأن الرجل لم يصدق ولم يتصور ما في هذه الورقة. وقال: إنني ذكرت للشيخ أنني قد اشتريت بيتا فأعطاني هذه الورقة ولم أعلم ما فيها حتى أخبرتني. للحديث بقية إخواني أخواتي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج صناع التاريخ للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.